اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان ريل استيت اللي بيقدم لحضراتكم الجدعان في السوق العقاري المصري. حضراتكم اسمحوا لي قبل ما ابدا حلقه النهارده ان انا اثير قضيه شديده الاهميه، وهي قضيه مدينه سفنكس الجديده. هذه المدينه مساحتها 77,000 فدان، وتتوسط محافظات المنوفيه والقاهره والبحيره في قلب طريق مصر اسكندرية الصحراوي، يعني في أفضل مناطق الزراعة والتصدير في مصر، التصدير للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة. لن عايز أوضحه أن نسب البناء صار حولها خلافات عديدة داخل هذه المناطق أو داخل مناطق مدينة سفنكس. أنا أعرف شخصيا مزارع صادراتها تتجاوز قيمتها من الخضر والفاكهة 70 و80 مليون جنيه سنويا، ده من واقع قوائمها المالية. إذن وجب الحفاظ على هذه المساحات التي تساهم بقوة في صادرات مصر الزراعية، وتضع مصر في قائمة الدول العظمى في تصدير الحاصلات الزراعية. ده بخلاف ان احنا عندنا خطة لزيادة صادرات مصر الى 100 مليار دولار. اللي عايز اوضحه ان احنا عندنا 77,000 فدان سميت باسم مدينة سفنكس، وهناك خلاف على نسب البناء المقررة داخل هذه الأراضي. لو احنا قلنا ان نسبة 60 او 70% من هذه المساحات مزروعة بالفعل، يعني احنا بنتكلم في حوالي 60 او 65 الف فدان تتوجه للتصدير وتغطية احتياجات السوق المحلي من الخضر والفاكهة. إذن يجب أن نشجع المشروعات العقارية التي تحافظ على المشروعات الزراعية، يعني بنتكلم في مشروع عقاري يتم بناؤه داخل هذه المزارع بما يحقق أهداف مدينة سفنكس من إنشاء مدينة من الجيل الرابع، ولكن دون المساس بشجرة واحدة تنتج وتصدر وتغطي احتياجات السوق المحلي من الخضر والفاكهة. احنا قلبا وقالبا مع الحفاظ على المساحات الخضراء داخل مدينة سفنكس الجديدة. لو سمحتوا احنا محتاجين نوعية من المشروعات المختلفة في هذه المدينة، يعني مشروعات العمارة الخضراء، يعني مشروعات تحافظ على البيئة، يعني مشروعات تحافظ على المساحات المزروعة. هذه المشروعات هي التي يجب اعتمادها داخل المجتمعات العمرانية الجديدة. هكذا نحافظ على مساحات ضخمة منتجة ونبني مدينة تكون حديث العالم. خليكم معنا عشان نشوف فقراتنا النهاردة في برنامج الجدعان ريل استيت. تشاهدون في حلقة اليوم فريق الجدعان يلتقي بعقل العاصمة الإدارية المهندس محمد خليل رئيس قطاع التكنولوجيا والنظم بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والذي يكشف أن حجم استثمارات المنظومة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة بلغ 420 مليون دولار، وأن العاصمة الإدارية تدار عبر 3 مراكز رئيسية للتحكم في الشبكات الذكية، بخلاف توفير كود ذكي لكل مطور عقاري للحصول على الخدمات الذكية بالمدينة. فريق الجدعان في مدينة حدائق أكتوبر الفريدة بموقعها، والتي تتجاوز مساحتها 41,000 فدان، ويربطها المونوريل بجميع محافظات الجمهورية، وتنشئ بها الدولة 117,000 وحدة سكنية، وأشهر المطورين العقاريين يقيمون بها 62 مجتمع عمراني جديد. تشاهدون الآن فريق الجدعان يلتقي بعقل العاصمة الإدارية المهندس محمد خليل رئيس قطاع التكنولوجيا والنظم بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والذي يكشف أن حجم استثمارات المنظومة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة بلغ 420 مليون دولار، وأن العاصمة الإدارية تدار عبر 3 مراكز رئيسية للتحكم في الشبكات الذكية، بخلاف توفير كود ذكي لكل مطور عقاري للحصول على الخدمات الذكية بالمدينة. أهلا بحضراتكم، زي ما وعدناكم أن العاصمة الإدارية مش هيكفيها حلقة أو 2 أو 10. العاصمة الإدارية مدينة بتتبني، جمهورية جديدة، ومن المنطلق ده احنا النهاردة في زيارة للعاصمة الإدارية جايين نفهم يعني ايه مدينة ذكية، ونتخيل شكل الحياة بعد شهور قليلة
هتبقى عاملة ازاي؟ ايه هي السمارت سيستمز اللي موجودة في العاصمة الادارية؟ هنوري حضراتكم ازاي وانتوا نايمين في العاصمة الادارية في عيون سهرانة علشانكم. هنشوف مع بعض الرقابة اللي موجودة على العاصمة الادارية، مدينة المخالف فيها ملوش مكان. تعالوا مع بعض في جولة مختلفة، حاجات هنشوفها لأول مرة في العاصمة الادارية الجديدة. العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من أهم المدن الذكية في العالم أجمع، يتم تنفيذها باستخدام أحدث تقنيات البناء والتشييد وأهم ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم هذا القطاع الفريد من نوعه. ناس كتير يمكن ما تعرفش يعني إيه مدينة ذكية وإيه الخدمات اللي ممكن تتقدم للسكان اللي هيعيشوا في هذه المدينة أو حتى الزائرين ليها من خلال برامج جاهزة وأكواد والتحكم في كل شيء عن بعد. عشان كده كنا لازم نقابل المسؤول الأول عن ملف المدن الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، رجل عبقري، وهو اللي اتكلم معانا عن معايير المدينة الذكية ومميزات العاصمة الإدارية عن غيرها وترتيب العاصمة الإدارية المصرية بين مدن العالم الذكية. كمان هيشرح لينا المهندس محمد خليل البنية التحتية للاتصالات بالعاصمة ومركز إدارة المدينة وكيفية تشغيله ومكوناته ومركز بيانات العاصمة ومركز التحكم والسيطرة الأمنية وكيفية إدارته وقياس أداء العاملين فيه وبرنامج التحقيقات الجنائية وطريقة ضبط المخالفين والأعمدة الذكية داخل العاصمة ومكوناتها وحجم استثمارات البرامج والمشروعات التكنولوجية داخل العاصمة الإدارية. دلوقتي هيشرح لحضراتكم المهندس محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إزاي هيتم إدارة الخدمات بالعاصمة وطريقة الدفع بفاتورة موحدة بدون محصلين وضمانات استدامة الجودة وتعويض المواطن في حال انخفاضها، حاجة عمرها ما شفناها في مصر. وكمان هيكلمنا عن الرقم الموحد لحالات الطوارئ والشكاوي وإزاي هيديروا شبكات المرافق ومنظومة المياه الذكية وجمع المخلفات الصلبة ومنظومة الإعلانات الرقمية والنقل الداخلي وعن شكل الحياة بالعاصمة الإدارية. دي هتبقى مذهلة. النهاردة وإحنا في زيارة العاصمة الإدارية وهي تعتبر أحدث المدن الذكية اللي بتنشئها مصر، في مفاهيم كتير عن المدن الذكية، بس حابين نعرف من حضرتك المفهوم الدقيق لخبرة حضرتك اللي فوق 20 سنة في المجال ده، المفهوم الدقيق للمدن الذكية. مدن الجيل الرابع وما يطلق عليها مدن الذكية سمارت سيتي، دي المدن اللي بتبقى مبنية على منصات تشغيل موحدة بيعمل عليها جميع التطبيقات، تستخدم الاي او تي اللي هو الانترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء، لربط كل الابليكيشن عشان تشتغل من خلال انترفيس موحد زي موبايل اب زي بورتال. يتميز فيها المدينة الذكية ان لازم يبقى فيها بنية تحتية تقدر تنقل اي كم من البيانات والمعلومات بسرعات عالية جدا. ثم عندنا طبقة او لير الداتابيز اللي بيبقى فيها البيانات الموجودة للقاطنين للزائرين للعاملين، ونقدر نتعامل مع كل واحد منهم على حسب الصلاحيات اللي مفروضة ليه. لو عايزين بقى نعرف السمات الأساسية للعاصمة الإدارية من حيث التطبيقات الذكية والتكنولوجيا الجديدة اللي داخل العاصمة الإدارية، احنا لما جينا نخطط للعاصمة الإدارية في 2016 شفنا النماذج اللي حوالين للمدن الذكية اللي موجودة سواء على المستوى الإقليمي والعربي والمستوى الدولي. كنا عشان نعمل ده كان عندنا عنصرين أساسيين. العنصر الأول البنية التحتية، عشان كده العاصمة الإدارية كان دي حاجة جديدة مش موجودة في مصر قبل كده ومش دول كتيرة بتقدر تنفست بهذه الطريقة. بنعمل شبكتين منفصلتين تماما في جميع المستويات، أول الكابلات أول المواسير أول الكباين أول الأنظمة، كل حاجة منفصلة. شبكة بنحط عليها خدمات الاتصالات الأساسية زي الإنترنت زي التليفون الأرضي زي الاي بي تي في زي موبايل، وشبكه تانية عليها
كل ما هو سمارت وسيكيورتي، كل ما هو خدمات ذكيه وامنيه. الشبكه دي شبكه جوه العاصمه، ما بتطلعش بره، يعني دي لا تخاطب العالم الخارجي، دي موجوده جوه العاصمه، لكن هي تضمن تامين الخدمات الذكيه والامنيه في العاصمه الاداريه، اللي زي الكاميرات، زي العدادات. العدادات دي من احد الابلكيشنز اللي تعتبر امن قومي. عشان كده احنا استثمرنا بان احنا انشانا الشبكتين، شغالين بالكامل بتكنولوجيا جيبون فايبر تو ذا هوم في العاصمه الاداريه. استثمارات وصلت لقد ايه يا فندم؟ البنيه التحتيه لوحدها تعدي ال 420 مليون دولار. في مجال البنيه التحتيه، شبكات الفايبر والكباين، المواسير، اجهزه السنترالات، من يعني ليها اكتر من مسمى ترانسميشن مثلا اللي هو نقل البيانات، الاي بي كورز اللي هو بيبقى الكور بتاع الشبكات، زي الاكسس اللي هو الوحدات النهايه الطرفيه اللي بتبقى عند المواطنين او عند اللي موجوده في الاعمده الذكيه. ده بالنسبه للانفراستراكشر. لو عايزين بقى نتكلم على الخدمات الملموسه للمواطن، ايه الجديد اللي في العاصمه الاداريه اللي ما تشافش قبل كده في مصر؟ في الحقيقه احنا في العاصمه الاداريه في اكتر من حاجه جديده، ابرزها مراكز التحكم والسيطره اللي احنا موجودين في واحد منها دلوقتي. العاصمه بتدار من خلال ثلاث مراكز اساسيه. هو المكان اول ما دخلناه بيفرض رهبه، تحس يعني حضرتك ان انا كل مفتاح العاصمه في ايديا. ده صحيح. هو ميزه مراكز التحكم والسيطره ايه؟ ان انا اقدر اعمل تحكم لحظي في الخدمه اللي انا بقدمها، او الخدمه دي ممكن تبقى خدمه الامن. يعني خدمه الامن النهارده ده احد الاهداف الرئيسيه برضو للمدينه الذكيه، واهم خدمه لاي مواطن في اي حته في العالم ولاي مستثمر. النهارده المستثمر لما يجي رايح يستثمر عايز يروح في مكان امن، صح، يبقى ضامن استثمارات. صحيح. فالنهارده عندنا مثلا لو انا هتكلم على مركز التحكم والسيطره الامن، احنا عندنا هيبقى في العاصمه الاداريه رقم واحد فقط لاي بلاغات طوارئ تخص الاسعاف، تخص الامن العام، تخص الحمايه المدنيه، ايا كان الطارئ اللي عندك بتطلب رقم واحد 112. عندنا مركز تاني اللي هو مركز اداره المدينه. جميع المرافق والخدمات اللي هي تيجي منها الانترنت زي ما حضرتك تفضلت من شويه بتدار من خلال مركز اداره المدينه. مركز اداره المدينه برضو احنا مطبقين فيه مفهوم جديد، وهو مفهوم الفصل بين مقدم الخدمه ومتلقي الخدمه. النهارده شركه العاصمه الاداريه موجوده فاصل بين متلقي الخدمه ومقدم الخدمه. فمتلقي الخدمه لو عنده طلب او شكوى بيطلب شركه العاصمه الاداريه. شركه العاصمه الاداريه على طول بتعمل تحويل للبلاغ للجهه المختصه اللي هي مقدم الخدمه، وتبتدي تتابع معاه بناء على حاجه بنسميها اتفاقيه مستويات الجوده اللي هي سيرفيس ليفل اجريمنت او ما يطلق عليه الاس ال اي. بناء على الاس ال اي اللي ممضي بين شركه العاصمه الاداريه وجميع مقدمي الخدمات ببتدي اعمل تراكنج او اعمل متابعه لسير البلاغ او الطلب اللي طلب المواطن، هل هو اتحل في الفتره اللي متحدده في الاس ال اي ولا لا؟ طب لو لا، الاس ال اي دي طبقا للمعايير الدوليه طبعا، وعلى فكره بيتم تحسينها كل فتره، يعني انا مش ثابته، مش حاجه فيكسد، لا احنا كل فتره بنحسنها للافضل. هنيجي ناخد من مقدم الخدمه في جزاءات على ان هو ما قدرش يوفي الطلب او الشكوى بتاعه المواطن، العائد اللي منها بيروح لمتلقي الخدمه. لان احنا عندنا النهارده في العاصمه الاداريه من احد الحاجات العمود الذكي. العمود الذكي ده عمود موجود في جميع طرق ومحاور العاصمه الاداريه على مسافه تقريبا 125 متر. من احد الابلكيشنز اللي هتبقى موجوده على العمود الذكي وحده بنسميها المايكرو سيل. مايكرو سيل هي وحده بتجيبها شركه المحمول تحطها على العمود الذكي وتبتدي تكفر المنطقه ديت لو التغطيه فيها مش كويسه. الشركات اللي بتقدم الخدمه دي او الشركات اللي جت وردت العمدان دي، هل هم بيبقوا مسؤولين عن تشغيلها؟ الشركه اللي بتورد العمود الذكي هي بتورد العمود وليه ضمان، ده دورها. لكن الشبكه اللي جوه العمود، شبكه البيانات او شبكه الكهرباء، دي مسؤوليه شركه العاصمه. هنا اعتماد حضراتكم على انترنت اوف ثينجز او انترنت الاشياء، علشان 6000 كاميرا هيبقى محتاجين جيش من الموظفين. الكاميرا النهارده هي فرض امن، بيبقى عليها مجموعه من الاناليتكس. الاناليتكس دي منها زي ايه؟ ان هي لو محطوطه في الشارع، فلو لقيت عربيه ماشيه عكسي
او عربيه وقفت في الطريق في مكان مش مسموح فيه ان هو يقف، الكاميرا تعمل بلاغ لمركز التحكم وسيطره الامن. ايه ابرز التحديات اللي احنا مش واخدين بالنا منها نشوفها؟ نشوف انتوا قد ايه بذلتوا المجهود عشان توصلوا لحاجه زي كده. اولا بس ايه يعني عشان يعني نرجع الفضل لاهله، المجهود ده مش مجهود شركه العاصمه بس، بالعكس احنا في لجنه شكلها من القوات المسلحه، وزاره الداخليه، وجهاز قومي لتنظيم الاتصالات، وزاره الاسكان، وشركه العاصمه. اللجنه دي مشكله من 2016. الاول احنا درسنا وخططنا هنعمل ايه في العاصمه الاداريه بعد ما شفنا النماذج لمدن ذكيه حوالينا. ابتدينا نقول احنا هنعمل في العاصمه الاداريه التخطيط بتاعنا، هنعمل 1 2 3. الخدمات اللي هنقدمها هنقدمها على مراحل، المرحله الاولى هنقدم فيها خدمه كذا، المرحله الثانيه وهكذا. بعد كده ابتدينا نحط المواصفات الفنيه ونطرح كراسات الشروط بتاعتنا. احنا الطرح بتاعنا دايما طرح خارجي وداخلي، يعني نطرح بره مصر وجوه مصر. عشان كده بنلاقي شركات اللي مشاركة معانا أغلبها شركات عالمية. مش كده وبس، ده بعد ما بنتم التعاقد اللجنة دي مسؤولة عن متابعة التنفيذ العقود، مراحل تنفيذ العقود من أول التوريد للتركيب للاختبار للتشغيل لغاية ما نقدم الخدمة أو المركز يبقى شغال بفعالية. وإيه تاني يا فندم الجديد اللي ممكن نشوفه في العاصمة الإدارية؟ احنا عندنا البنية التحتية اللي عملناها ديت هنقدر نوصل بيها سرعة الإنترنت للمواطن بداية من 100 ميجا. 100 ميجا للمنزل. المهندس محمد خليل تخرج في القسم الهندسي بالكلية الحربية سنة 1990، وعمل في إدارة نظم ومعلومات القوات المسلحة، واختير مديرا لنظم المعلومات بسلاح المهندسين العسكريين سنة 2010، ثم مديرا لنظم الاتصالات والمعلومات بمجموعة طلعت مصطفى، ده من سنة 2011 حتى عام 2016. أما العاصمة الإدارية الجديدة فتولى رئاسة قطاع التكنولوجيا والنظم بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من سنة 2016 ولغاية النهاردة. شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية هي الملكة لكل أراضي العاصمة الإدارية تقريبا، هي الماستر ديفلوبر وباعت للمطورين. دور حضراتكم في الرقابة على المطورين لضمان ان هم يسلموا العملاء في مواعيدها. احنا مؤخرا بنعد الى اطلاق تصنيف للمشروعات في العاصمة الإدارية وليس للمطورين. يعني انا مش بصنف مطور، انا بصنف مشروع. مدى توفر الخدمات الذكية المستدامة في هذا المشروع. فعملنا ايه؟ خدنا مجموعة خدمات أساسية، قلنا دي خدمات بره التقييم لانها خدمات بالفعل موجوده وزي خدمات العدادات الذكيه، المدن الذكيه العدادات الذكيه لازم تبقى موجوده. وبعدين خدنا 10 خدمات اساسيه. ال10 خدمات دول لازم يبقوا موجودين عشان حضرتك تصنف الاول ان انت مشروع ذكي تتبع اسس ومعايير المدن الذكيه. مارت كومباوند ب10 خدمات كومباوند اضافيه او حيه بس ال10 خدمات الاساسيه. يعني احنا عندنا خدمات بره التقييم لانها خدمات بالفعل موجوده، وعندنا 10 خدمات اساسيه لازم تتوفر عشان نقدر نقول على المشروع ده ان هو مشروع ذكي. طيب هو مشروع ذكي انهي درجه من المدن الذكيه؟ فعندنا 13 خدمه اخرى تم تحديدها على حسب عدد الخدمات اللي حضرتك بتكون محققها في المشروع بتاعك، نقدر نقول ان انت سمارت سيتي ليفل مثلا بلاتينيوم، ليفل جولد، ليفل سيلفر اند سو اون. طب وده يا فندم يتطبق امتى تقريبا؟ يعني ان شاء الله باذن الله يمكن في الربع الثاني من هذا العام ان شاء الله هنعلن المبادره بتاعت شركه العاصمه وهتبتدي تطبقها على طول على المشروعات. يعني احنا من هنا للربع الثاني بنغشش المطورين، بنقول لهم ابتدوا اعملوا دراساتكم وابتدوا عدوا نفسكم للموضوع ده ان شاء الله باذن الله. كان في قضيه اثارت على الساحه بموضوع 30%، وبيقال مقولتين ان لازم تكون منفذ 30% من المرحله عشان تطرح المشروع للبيع، او تحط 30% من التكلفه الانشائيه للمرحله في حساب يصرف على المشروع. الموضوع ده المثار ده وشغل معظم رجال الصناعه، ممكن نستفهم من حضرتك وصلنا لفيه ليه؟ التوجيه لما صدر للحفاظ على استثمارات المواطنين في العقارات طبعا، وصدر ايضا للحفاظ على المطورين. ازاي؟ النهارده المواطن خلاص، يبقى النهارده لما التوجيه ده بيطبق
يبقى المواطن عمره ما هيلاقي عقار بيتعرض للبيع غير والمشروع بقى فيه 30% منه منافس. في الناحية التانية المطور، في النهارده مطورين ساعات بياخد قرار خاطئ، يعني هو تبقى الملاءة المالية بتاعته صحيح لا تستوعب أكتر من مثلا مشروع 10 فدان، طموحه أكبر من قدراته، فيقوم ياخد مشروع 50 فدان ويقول إن شاء الله إيه المشروع حلو، المشروع يتعثر معاه ويبقى عنده مشاكل. متفق مع حضرتك جدا إن الحفاظ على حقوق المواطنين واستثماراتهم ده أمر لا مساس به، بس محتاجين برضو نظرة للمطورين، المطورين اللي تعاقدوا قبل صدور هذا التوجيه. يعني التوجيه ده لما صدر، وزي ما بقول لحضرتك الرصد ده، على فكرة الرصد ده ليه أكتر من حالة، يعني مطور جديد بنرصد تبعات تنفيذ التوجيهات، طب مطور حالي ومثلا لسه بيبتدي المشروع بتاعه بنرصد برضو تبعات هذا التوجيه، طب مطور أنهى أكتر من 30%، هل تأثر بالموضوع ده؟ يعني هل السوق مثلا لما حصل فيه كده ابتدى يجي له عملة زيادة؟ كل ده بيتم رصده، فاحنا بنرصد كله. طبعا كان حصل ان في يعني تقريبا 2 مطورين كان حصل عندهم تعثر، شركة العاصمة تدخلت مع المطورين دول وعملت إعادة جدولة، عملت نوع من المراقبة على مدى تقدم الأعمال في المشروع عشان تضمن ان الاموال بتاعت او الاستثمارات بتاعت المواطنين اللي في المشروع ان هي بيتم توجيهها داخل المشروع، ما بتروحش مثلا جزء منها المشروع تاني. رأي حضرتك امتى نحس ان العاصمة الادارية ابتدت تسكن، مش واحد او اتنين استلموا، لا نحس ان بقى في حياة، في ناس استلمت الوحدات بتاعته، لكن النهارده في عوامل اساسية هي اللي بتخلي في حياة في المدينة، منها مثلا عامل المواصلات. النهارده احنا بننفذ اكبر مشروعين للنقل من خارج العاصمه الى داخل العاصمه، مشروع ال ار تي ومشروع المونوريل. ال ار تي جاي من نهايه الخط الرابع لمترو الانفاق، والمونوريل جاي من محطه الاستاد مدينه نصر، خش القاهره الجديده وخش العاصمه الاداريه يخترقها يعني في المنتصف. النهارده ال ار تي جاي من عدلي منصور داخل ماشي طريق اسماعيليه، العبور، الشروق، بدر، ياخد من عند بين بدر والعشر رمضان وينزل على العاصمة الإدارية، وإن شاء الله في المستقبل هيربط مع القطار السريع العين السخنة العالمية، هتبقى في محطة تبادلية بين محطة تبادلية دي، سمعت إن هي تبقى أكبر محطة تبادلية في الشرق الأوسط تقريبا، دي المحطة اللي بين القطر، لكن في محطة تانية مهمة جدا بتتعمل حاليا بتتنفذ اللي هي نقطة تلاقي المونوريل والإل آر تي، دي هتبقى نقطة انطلاق للنقل الداخلي جوه العاصمه. احنا النهارده في تكامل على فكره مع الساده في وزاره النقل ووزاره الاسكان على ان المواطن النهارده لو بيقوم برحله من مكان خارج العاصمه الى داخل العاصمه او العكس، فاقدر ارسم له المسار اللي هياخده في وسائل النقل الداخلي في وسائل النقل الخارجي بتنوعها اللي احنا قلنا عليه. ده ينتهي امتى علشان نقدر نقيس بدايه الحياه؟ ان شاء الله المشروع ال ار تي والمونوريل يعني مش هقول بنهايه هذا العام، ولكن هنقول ان شاء الله في 2023 هيبقوا شغالين وهيقدروا المواطنين يتنقلوا من والى العاصمه الاداريه. اللايف ستايل في العاصمه الاداريه في توقع انه بقى مختلف، بتخططوا وبتحلموا ان المواطنين كلهم يبقوا على وعي باستخدام التكنولوجي والابليكيشنز، حابب اعيش مع حضرتك الحياه في العاصمه الاداريه تبقى عامله ازاي؟ لما شفنا التجارب بتاعه المدن الذكيه اللي حوالينا ابتدينا نقول مثلا ايه تطبيقات الموبايل، مش عايزين المواطن يعني يتلخبط يبقى عنده تطبيق لخدمه مثلا ايا كانت الخدمه، مش عايز اسمي اسامي، وتطبيق تاني الخدمة تاني وتطبيق لخدمة تالتة وتطبيق لخدمة انصقن، المواطن بيتلخبط وبينسى هنا كان عامل اليوزر نيم ايه وهنا الباسورد ايه. العاصمة الإدارية جميع المواطنين والزائرين هيكون في تطبيق موبايل واحد عليه كافة الخدمات اللي المواطن بيحتاجها، على حسب هو من الملاك او من المستأجرين او من الزائرين او من العاملين، كل واحد على حسب تصنيفه شايف الخدمات اللي مصرح ليها او المسموح ليه ان هو يشوفها من تطبيق واحد، يبقى هو تطبيق واحد عليه كل حاجه. النهارده بتلاقي اي واحد عندنا في المحفظه بتاعته ايه كارت النادي وكارت البنك، لا العاصمه الاداريه احنا بالفعل بقى عندنا كارت واحد في العاصمه الاداريه حاجه بتعمل بيه كل حاجه، هو كارت بنكي في الاساس فحاجه بتستخدمه في جميع الخدمات البنكيه وبيبقى صادر من البنك ويقدر
يركب بيه المواصلات الداخلية، يدفع بيه في مستشفى، يدخل بيه النادي، يركب بيه الأسانسير، يفتح بيه لو في ترنستايل موجودة في مكان، بيقدر يعمل بيها جميع المدفوعات، يقدر يعمل بيها من سميه أنظمة الدخول والخروج بتطبيقاتها المختلفة والمتنوعة. طب وباقي أفراد الأسرة؟ كل واحد معاه كارت، الأطفال كمان هيبقى معاه كارت، بس مش كارت بنكي بقى، ده الكارت بتاع الطفل دوت اللي هو بيستخدمه مثلا وهو في المدرسة، بيروح يشتري حاجة. هنا الأب بيبقى شايف ابنه بيصرف إيه من خلال الأبليكيشن اللي قلنا عليه، يقدر يقول إن ابني مثلا ما يصرفش في اليوم أكتر من مبلغ كذا، يقدر يقول إن ابني ما يشتريش بالكارت ده أصناف معينة، هو شايف إن هو مش عايز ابنه أو يكون عنده مثلا لا قدر الله حالة مرضية معينة أو حاجة. حاسس إن هو حلم. إن شاء الله ده هيحصل في العاصمة، والناس هتبقى شايفة الأبليكيشن دي شغالة إن شاء الله من بداية العام القادم. وفي منها برضو يعني عارف حكاية العدادات، عندنا عدادات سمارت، من ضمن المميزات اللي موجودة في العدادات السمارت إيه؟ إن لو العداد لقى تغير في السلوك الاستهلاك يبتدي يدي ألارم لصاحب الوحدة ولينا في المركز. من الحاجات الرائعة اللي احنا شفناها واحنا مقرين بمدى أهميتها هو الداتا سنتر. شفنا إحدى غرف الداتا سنتر في العاصمة الإدارية، حاجة يعني فخر. احنا عملنا داتا سنتر واحد في العاصمة، لكن كنا حريصين جدا ان احنا نطبق المعايير والمواصفات القياسية العالمية في إنشاء الداتا سنتر العاصمة الإدارية وتقديم الخدمات. احنا بنقدم كل خدمات مراكز البيانات بتقدم من خلال مركز بيانات العاصمة الإدارية. احنا حريصين جدا ان الخدمات اللي تقدم من خلال مركز البيانات تبقى خدمات مطبق عليها المواصفات والقياسات العالمية، عشان نقدر نقدم خدمات مش جوه العاصمة بس، احنا مستهدفين جوه العاصمة وبره العاصمة وبره مصر. انا لو عندي شركة وفيها بيانات مهمة جدا وتحليلات مهمة جدا، هوفر عليا ان انا اعمل داتا سنتر داخلي جوه الشركة وما له من مشاكل واعباء، وهحفظه في الداتا سنتر بتاع العاصمة الإدارية. طالما بقدر اخد الخدمة بتاعتي بالكواليتي اللي يعني منصوص عليها في المواصفات القياسية وبشيل من عليا عبء. النهارده انت عشان تعمل داتا سنتر في مجال عملك في شركتك، النهارده ده استثمارات، وعندك لازم بتعين ناس متخصصين وفي صيان وفي تشغيل، كل العبء ده بالكامل انت بتشيله من على سواء شركة او فرد على فكرة، وبيبقى تاخد الخدمة بتاعتك من مركز البيانات، وتيجي في نهاية كل شهر تدفع مقابل الخدمة اللي خدتها. ايه الضمانات اللي موجودة في العاصمة الإدارية ان انا احساسي جوه الكومباوند ما يختلفش بره الكومباوند؟ احنا جميع المطورين العقاريين بيدفع وديعة صيانة نسبة من ثمن الأرض للمرافق والطرق العامة، يعني دي ملهاش دعوة بالمشروع، زي المواطن اللي بيدفع، زي المواطن اللي بيدفع المطور. صح كده. ليه؟ عشان يضمن استدامة الخدمات وجودتها داخل المشروع. احنا كمان بناخد من المطور نسبة من ثمن الأرض كوديعة علشان المرافق تشغيل والخدمات والطرق خارج المشروع عشان نضمن استدامتها. احنا هنا اتكلمنا على السكني والإداري وما إلى ذلك. طب الترفيه بقى، بقية أفراد الأسرة عايزين نتخيل الترفيه في العاصمة الإدارية بقى عامل إزاي؟ عندنا مثلا ساحة الشعب وحديقة الشعب، ده مكان مفتوح بارك. في مسارح، في مسرح، في سينما، في أماكن الناس تقدر تقضي فيها، في مولز، في محلات تقدر الناس تيجي تقضي يوم. الناس دي مش لازم تبقى ناس العاصمة، اي حد من بره العاصمة ممكن يجي، اي حد، اي مصري، اي حتى سائح عربي اجنبي يقدر يجي يقضي يوم في ساحة الشعب دي. انا اعتقد ان هي تاخد يوم كامل عشان تقدر تغطي كل النشاطات اللي موجودة فيها، انت محتاج يوم كامل. عندنا النهر الاخضر، النهر الاخضر ده برضو مجموعة متنوعة كبيرة جدا، اكبر بارك في العالم، ده اكبر بارك موجود في العالم. مدينة الثقافة والفنون، النهارده مدينة الثقافة والفنون فيها متحف، فيها الاوبرا، فيها سينمات، فيها يعني فيها اكتر، اقدر اقول عليها مجمع مسارح، ده مجمع مسارح وعلى مساحه كبيره جدا طبعا. يعني النهارده الانشطه اللي موجوده في العاصمه في الحقيقه متنوعه ومتاحه لجميع المواطنين سواء من داخل العاصمه او من خارج العاصمه. مفيش جدال ان العاصمه الاداريه الجديده هتبقى مختلفه ومميزه، وخصوصا ان انظار العالم كله متجهه ليها،
نادراً ما هتلاقوا حضراتكم مدينة في العالم بتدار بكل النظم التكنولوجية الحديثة اللي شرحناها لكم، إلا العاصمة الإدارية الجديدة طبقنا فيها كل النظم الحديثة، لأنها باختصار حلم وأساس الجمهورية الجديدة. تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان في مدينة حدائق أكتوبر الفريدة بموقعها والتي تتجاوز مساحتها 41,000 فدان، ويربطها المونوريل بجميع محافظات الجمهورية وتنشئ بها الدولة 117,000 وحدة سكنية، وأشهر المطورين العقاريين يقيمون بها 62 مجتمع عمراني جديد. تشاهدون الآن فريق الجدعان في مدينة حدائق أكتوبر الفريدة بموقعها والتي تتجاوز مساحتها 41,000 فدان، ويربطها المونوريل بجميع محافظات الجمهورية وتنشئ بها الدولة 117,000 وحدة سكنية، وأشهر المطورين العقاريين يقيمون بها 62 مجتمع عمراني جديد. النهاردة هنزور مدينة قديمة جديدة، مدينة من مدن الجيل الرابع على مساحة 41,000 فدان، وهي مدينة حدائق أكتوبر، مع أن قرار إنشائها كان سنة 2017 إلا أن أجزاء كبيرة منها كانت ضمن مدينة 6 أكتوبر. مدينة حدائق أكتوبر فيها معالم مش موجودة في أي مكان تاني في مصر، زي مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات، جامعة زويل والقرية الكونية، فيها جميع مستويات الإسكان وأكبر المطورين العقاريين. تعالوا معنا نتعرف على مدينة حدائق أكتوبر. حدائق أكتوبر هي واحدة من ثلاث مدن اسمها اقترن بأكتوبر. طبعاً الأولى هي مدينة السادس من أكتوبر، أشهر المدن الجديدة اللي صدر قرار إنشائها في عهد الرئيس محمد أنور السادات، وتحديداً سنة 1979. وتاني مدينة هي أكتوبر الجديدة، وهي واحدة من مدن الجيل الرابع اللي صدر قرار إنشائها سنة 2017 بمساحة 41,780 فدان. أما حدائق أكتوبر فهي مدينة موقعها مميز جداً ما بين طريق الفيوم وطريق الواحات، تخيلوا، والدولة بتبني فيها 194,000 وحدة سكنية، منها 90,000 وحدة إسكان اجتماعي، وتنفس فعلياً 50,000 وحدة، وجاري تنفيذ 40,000 وحدة تانية. كمان فيها 6,960 وحدة بمشروع دار مصر، و 10,440 وحدة بمشروع سكن مصر، بجانب وحدات القطاع الخاص وبنك التعمير والإسكان، بخلاف جمعيات التعاون الإسكاني. كمان في مدينة حدائق أكتوبر بدأ تنفيذ 74 برج بارتفاع 11 دور على طريق الواحات مباشرة، و 60 مبنى خدمي تم الانتهاء منها، و 49 مبنى خدمي جاري تنفيذها. أما شبكات طرق المدينة فطولها تجاوز 557 كيلومتر، يعني مفيش أفضل من كده. تعالوا في البداية نقابل المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، واللي كلمنا عن خطط تطوير المدينة والمشروعات المختلفة فيها، سواء مشروعات الإسكان أو المرافق أو الطرق أو أبراج المدينة. وبالمناسبة جهاز المدينة انتهى من أول تطبيق إلكتروني لربط سكان المدينة بالجهاز، وده هيوفر خدمات كتيرة جدا لكل سكان مدينة حدائق أكتوبر. نحب الأول حضرتك تعرفنا على مدينة حدائق أكتوبر. مدينة حدائق أكتوبر هي إحدى مدن الجيل الرابع، كانت جزء من مدينة أكتوبر كلها، اللي هي تقسمت في 2017 لمدينة 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة ومدينة حدائق أكتوبر اللي إحنا موجودين فيها. مساحة المدينة تقريباً 41,000 فدان،
بتقع على المحاور الرئيسية اللي زي طريق الفيوم وطريق الواحات ووصل دهشور الجنوبية. المحاور الرئيسية اللي حواليها عندنا طريق الفيوم وعندنا طريق الواحات. طريق الفيوم دوت طبعا رابط مع الطريق الصحراوي الغربي كله وبيربطنا بأسرع مسافة ما بيننا وما بين محافظة الجيزة يعني لا تصل إلى أكتر من 3 دقايق. عندنا طريق الواحات اللي هو بيربط مدينة حدائق أكتوبر مع الطريق الدائري مع مدينة 6 أكتوبر مدينة الشيخ زايد ووسط دهشور الجنوبية اللي هي الفاصل ما بيننا وما بين مدينة 6 أكتوبر الجديدة. المحور ده مهم جدا لأنه بيوصلك على طول على التجمع أو أي مكان بالضبط. فهو ده المميز أكتر في مدينة حدائق أكتوبر، ربطها مع كل المدن اللي حواليها كلها في أسرع وقت. وده المحاور الرئيسي اللي تم تنفيذها في الفترة الأخيرة في مدينة حدائق أكتوبر. هي منطقة سكنية كاملة فيها جميع أنواع الإسكان اللي موجود كله، زي الإسكان الاجتماعي زي سكن مصر، عندنا دار مصر، عندنا سكن البديل، عندنا أراضي متاحة للمواطنين سواء فيلات أو ابن بيتك أو أراضي إسكان اجتماعي بمساحات 209-276. فإحنا عندنا تنوع كبير جدا في أنواع الإسكان اللي موجودة في المدينة. بس هي مدينة سكنية تجارية ترفيهية بالأساس. بالضبط كده. طب تقدر حضرتك تقول لنا إيه أهم المعالم اللي موجودة في المدينة؟ المدينة طبعا عندنا هنا جامعة زويل، دي حاجة طبعا من الحاجات العالمية الكبيرة جدا. عندنا القرية الكونية، ده حدث وحاجة علمية رائعة بتميز بيها مدينة حدائق أكتوبر. عندنا مدينة الإنتاج الإعلامي، دي برضو من العالم الكبيرة جدا في مدينة حدائق أكتوبر. عندنا مستشفى مجدي يعقوب للقلب اللي شغالين دلوقتي فيها. عندنا الحاجات دي كلها، دي من الحاجات اللي بتميز جدا منطقة حدائق أكتوبر. احنا عرفنا كمان ان في مرافق مركزية موجودة مش بس بتخدم المدينة هنا، لا بتخدم كمان مدينة 6 أكتوبر ومدينة 6 أكتوبر الجديدة، ده مظبوط؟ بالظبط. احنا عندنا في طرق رئيسيه، محاور رئيسيه بتربط. يعني النهارده بعد ما تم افتتاح الطريق الدائري ونفق الطريق الدائري والكوبري بتاع الطريق الدائري اللي بيربط الطريق الدائري بطريق الواحات، بقى عندنا دلوقتي محور كبير احنا بنتم دلوقتي رفع كفاءته وتاهيله، اللي هو محور طريق زويل اللي هو قطع من المدينه من شرقها لغربها، اللي ده رابط ما بين الطريق الدائري لغايه وصل الدهشور اللي هي الدائري الاوسطي ومدينه اكتوبر الجديده. ده محور رئيسي جدا بقى عليه اقبال كبير جدا لانه بيسهل الحركه من الدائري كله لغايه الدائري الاوسطي، ده داخل المدينه. دي المحاور الرئيسيه اللي داخل المدينه اللي بتتربط بالمحاور الخارجيه عشان خاطر تسهل الحركه. عندنا طريق النايل سات رابط ما بين طريق الفيوم وطريق الواحات باجمال المدينه كلها، يعني بيختصر المسافه على مسافه 6 كيلو فقط. عندنا القطار السريع بيمر في المدينه، ده برضو بيزود الاقبال على المدينه اكتر. وعندنا محطه رئيسيه موجوده في المدينة، في محطة رئيسية على طريق الفيوم مقابلة للمدينة على طول. فده طبعا من ضمن الحاجات اللي هتدي إقبال أكتر للمدينة، هيدي تسويق سواء تسويق سكني أو تسويق تجاري موجود عشان نقدر نخدم على الحاجات اللي موجودة كلها. دي الحاجات الرئيسية اللي موجودة اللي تقدر تقدر بيها. القطر السريع محطاته قليلة جدا اللي هتبقى موجودة بالزبط. عشان خاطر يبقى دي محطة تبادلية، دي محطة تبادلية هيتم تنفيذها إن شاء الله على طريق الفيوم مقابل للمدينة على طول، اللي هي الجزء اللي جاي من عين السخنة والجزء اللي جاي من الصعيد ومتوجه على العالمين. يعني اللي جاي من الصعيد يقدر ينزل في المحطة دي يبدل ويروح يا إما على العالمين يا إما على السخنة. بالضبط. المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر هو أحد شباب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللي تولوا مناصب قيادية في التجربة اللي بدأت في عهد الدكتور مصطفى مدبولي لما كان وزيرا للإسكان. وبالمناسبة المهندس محمد مصطفى هو ثالث أصغر رئيس جهاز مدينة في تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية، ده بعد رؤساء مدن رشيد الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. احنا عرفنا ان اول مشروع لدار مصر ابتدى من هنا تقريبا. بالظبط، هو مشروع دار مصر اللي في مدينة حدائق أكتوبر كان اول مشروع من مشاريع دار مصر وكان ليه اهتمام كبير جدا الحمد لله. نجاح التجربه هنا هو اللي خلى التجربه تنتشر في كل حته وكل المدن التانيه. بالظبط، يمكن كان اكبر مشروع وكان اكتر مشروع كان ساعتها كان لسه مشروع جديد جدا، والحمد لله مع نجاح المشروع تم تطويره اكتر كمان لمشروع جنة في بعض المدن التانيه. احنا لسه ما عملناش جنة عندنا بس في مدن تانيه نجحت الفكره بتاعت دار مصر، تطوير دار مصر الجنة بعد كده. وده الحمد لله يمكن مشروع من المشاريع القويه جدا اللي تمت في مصر، وفرت إسكان للطبقة المتوسطة اللي موجودة وعليه إقبال، وحتى تاريخه عليه إقبال كبير جدا. يعني إحنا في الإعلانات الأخيرة نزلنا حتى الحاجات اللي ما كانتش لسه اتباعت وإن شاء الله شايفين عليها إقبال كبير جدا. يعني مشروع دار مصر طفرة في أنواع الإسكان على مستوى مصر كلها، ودي اللي خلت تنافس كبير جدا ما بين الدولة وما بين القطاع الخاص كمان، إن هو لازم يبقى مستوى أعلى عشان يقدر يحاول ينافس مع هيئة المجتمعات العمومية. طبعا إذا كان هيئة المجتمعات بتقدم للسكن المتوسط مستوى ده
ويمكن ده من ضمن الاهداف اللي كانت موجوده، ويمكن ده حقيقه التوازن في السوق اللي موجود. هيئه المجتمعات بتوفر الوحدات بنظام تقسيط، وبيبقى نظام تقسيط كويس ومريح للمواطنين في يعني الى حد كبير جدا بنسبه 99% في التزام في التوقيتات اللي موجوده، في التسليمات اللي موجوده، في جوده التشطيب. ودايما كان بيبقى في توجيهات كتيره جدا ان احنا لازم المواطن يستلم الوحده بتاعته كامله بدون اي شكاوي وبدون اي حاجه، ولو في اي ملحوظه عنده لازم يتم تلافيها فورا. احنا عرفنا كمان ان اكبر اسكان اجتماعي موجود في كل مصر هو موجود هنا في حدائق اكتوبر، الكلام ده مظبوط؟ تقريبا بالظبط كده. ده برضو من اللي احنا بنقول عليه ان مدينه حدائق اكتوبر بتشهد دايما اقبال على جميع انواع الاسكان. النهارده في الاعلان لما بينزل في اي مشروع اسكان اجتماعي، احنا مصر كلها مرت بخمس مراحل المشروع الاسكان الاجتماعي، المرحله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. احنا في حدائق اكتوبر كان عندنا في كل المراحل حجم كبير جدا من الاسكان. احنا النهارده وصلنا تقريبا ل 117 ألف وحدة سكنية تم تنفيذهم بالفعل، وجرى تسليم المواطنين، سلمنا فيهم تقريبا أكتر من 80% من المواطنين. وفي المشروع الإعلان الأخير اللي هو المرحلة الخامسة من الإسكان الاجتماعي، إحنا عندنا 43 ألف وحدة سكنية شغالين فيهم دلوقتي. يعني إحنا بنتكلم تقريبا في مدينة تم طرحهم ولا لسه؟ ده الإعلان نزل والناس قدمت، وبعد استيفاء الأوراق كلها والتحريات وكل حاجة تم الاستقرار على 43 ألف وحدة، وإحنا بالفعل ابتدينا ننفذ فيهم من شهر 6 اللي فات. إحنا وصلت نسبة الإنجاز عندنا تقريبا أكتر من 45% من المشروع. إحنا بنتكلم برضو في 43 ألف وحدة سكنية، بنتكلم في مدينة لوحدها، يعني حاجة كبيرة جدا، مشروع كبير جدا. طبعا الموضوع برضو مش عمارات بس، عمارات وطرق ومرافق ومية وصرف ومحطات تقدر تستوعب هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية اللي بيتم تنفيذها. لأنك أنت النهاردة لما بتسلم المواطن اللي موجود الوحدات السكنية اللي موجودة لازم تكون كاملة المرافق، مش المرافق اللي موجودة، المرافق والخدمات مش جنبه مدرسته، مش جنبه بالضبط. مكان عندنا يشتري منه عندنا الاحتياجات الأساسية، أي تجمع عمراني موجود عندنا سواء سكن مصر، السكن البديل، الاسكان الاجتماعي، دار مصر، لازم يبقى فيه الخدمات الاساسيه اللي موجوده جوه المكان نفسه، المدارس، الحضانات، الوحده الصحيه، الاسواق التجاريه، الملاعب. يمكن دي الشروط الاساسيه اللي موجوده في التجمعات العمرانيه اللي موجوده عندنا كلها في هيئه المجتمعات العمرانيه. احنا عندنا عدد كبير جدا كل يوم بيستلم الوحدات السكنيه اللي موجوده. طبعا بيبقى الاول لازم يبص على الشقه بتاعته الاول، بيطلع معاهم الاتوبيس او بيوريهم المكان بتاع الشقه، بيتفرجوا عليها، بيشوفوها، لو عندهم اي ملاحظات بيسجلوها مع مندوب الجهاز اللي موجود بيسلموا الوحدات، ولو ما فيش اي حاجه بيتوجهوا للجهاز بيعمل لهم محاضر الاستلام بتاعتهم وبيستلموا الوحدات بتاعتهم وبيبتدوا يستغلوها. تقريبا المدينه اتنمى منها قد ايه؟ بنتكلم في اكتر من 60% من المدينه تم تنميتها بالفعل. اكتر من 60%؟ اكتر من 60% اللي موجود في المدينه، 40% التانيين اللي موجوده جرى تخطيطها دلوقتي حاليا. طبعا احنا بنمشي على احدث انواع التخطيط اللي موجود. التخطيط بيتم عن طريق هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده وبعض الاستشاريين الخاصين بهيئه المجتمعات. احنا بنتيح اراضي خدميه موجوده سواء مولات او مستشفيات او مدارس. مساحات الاراضي برضو في الانشطه الصغيره دي متاح فيها من اول 1000 متر لغايه زي ما هو عايز، اي مستثمر بيتيح الاراضي اللي هو عايزها كلها، مفيش اي مشكله. وده متاح عندي اسعارها تقريبا قد ايه؟ بتتفاوت من ابتداء من 10,000 15,000 20,000 حسب الموقع وحسب نسبة التميز اللي موجودة وحسب الاشتراطات اللي موجودة للبناء على هذه الخطة الأرض. طيب حابين حضرتك تقول لنا احنا فين النهاردة؟ يمكن المكان اللي احنا موجودين فيه ده مشروع سكن مصر. احنا عندنا في سكن مصر مرحلتين، مرحلة بجوار مدينة الانتاج الاعلامي، وفي الجزء اللي موجود في الداون تاون اللي احنا موجودين فيه. يمكن من الصور والمشهد اللي احنا موجودين فيه دلوقتي كده بيوضح مساحات المناطق الخضراء اللي موجودة اللي بنهتم بيها في جميع انواع الاسكان كمية دي. اكتر من 50% من مساحة الارض بتبقى مناطق خضراء. مساحة الباركات بنحاول نراعي فيها حجم العربيات اللي بيبقى موجود للعمارات اللي موجودة، في تباعد ما بين العمارات. سكن مصر ده مشروع احنا عاملين هنا في المدينه فيه اكتر من 10,440 وحده سكنيه كلهم كامله التشطيب وكامله المرافق، يعني الوحدات السكنيه اللي تبقى موجوده فيها الميه والصرف والكهرباء والغاز والتليفونات وكل حاجه موجوده، بيستلم المواطن شقته طبعا على المفتاح. التشطيب ده احنا خصص بالكامل ولا لسه؟ لا احنا خصصنا فيه تقريبا اكتر من 70% 80% منه، ويمكن نزل في الاعلان الفتره ديت المبادره الجديده اللي هو التابع للتمويل العقاري، ان احنا نزل 13,000 وحده او اكتر من 13,000 وحده اللي هتنزل في كل المدن. بالظبط نزل منها جزء في سكن مصر اللي هو الدور الارضي والاخير وبعض الوحدات الفدار المتكرره. يعني تقدر حضرتك تقول لنا مساحات الشقق اللي موجوده في المشروع هنا قد ايه؟
سكن مصر المساحات اللي موجوده فيها بتتبادل ما بين 113 ل 118 متر. من ضمن المزايا اللي بنقدر نلاحظها في الفتره الاخيره ان الافشنسي او الكفاءه بتاعه التصميم بتاعه الوحدات دي بتبقى عاليه جدا. بالنسبه لجوده التشطيب نفسه احنا بنستعين بالمكاتب الاستشاريه والمراكز البحثيه المعتمده في مصر زي المركز القومي للبحوث او الجامعات البحثيه للاشراف على اعمال التنفيذ بنفسه. احنا بنحقق انجازات كويسه وبنبني مشاريع عظيمه، لكن المشكله اللي ممكن تخوفنا اكتر هي السستينابيليتي او استدامه المكان. ازاي نضمن ان احنا نحافظ على مكان زي ده؟ يعني مثلا مشروع زي سكن مصر احنا دلوقتي تم التعاقد مع شركه امن موجوده تبقى موجوده في المكان عشان نقدر نحافظ عليه. في شركات خاصه باعمال الصيانه اللي موجوده سواء للعمارات نفسها او الاجزاء المشتركه اللي هي الغرف التفتيش اللي موجوده او السلم والمناور ونظافه الاماكن دي كلها، بالاضافه الى في شركه ثالثه موجوده لنظافه الطرق اللي موجوده، في شركه كمان موجوده لصيانه المرافق اللي موجوده، خطوط المياه والصرف اللي موجوده. كل دي من ضمن الحاجات اللي نقدر نحافظ بيها على ما تم انجازه من اعمال. طيب يا باشمهندس، الوحدات اللي في الطرح الاخير سعرها قد ايه تقريبا؟ تقريبا سكن مصر تقريبا المتر كان ب 6600 بخلاف نسب التميز، وفي دار مصر تقريبا ب 9600. يعني السعر الاساسي هو 6600، لكن لو وحده مميزه شويه بتاخد بيبقى فيها نسب تميز حسب المكان اللي موجوده فيه. وبالنسبه لدار مصر تقريبا 6900 برضو بخلاف نسب التميز. كل الحاجات دي كلها طبعا موجوده في كراسه الشروط اللي موجوده اللي بيتم دلوقتي طرحها للمواطنين، وبيتم تقديم برضو بعد استيفاء الشروط اللي موجوده، لان دي داخله طبعا مبادره تمويل عقاري سواء 3% او 8%. خلي بال حضراتكم، حدائق اكتوبر فيها مشروعات استثماريه لمطورين عقاريين من العيار الثقيل، ابرزها مشروع اوست التابع لشركه اوراسكوم ومشروع سان كابيتال اللي بتنفذ بالشراكه بين هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بمساحه 500 فدان، ده بجانب مجموعه من المشروعات الخاصه بالاسكان القومي ومشروع ابن بيتك وأراضي قرعة الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وعدد من المشروعات التعليمية والترفيهية زي جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا والقرية الكونية، وهي قرية ترفيهية وتعليمية تتبع وزارة التربية والتعليم ومساحتها تتجاوز 190 فدان. بالمناسبة في مدينة حدائق أكتوبر زرعوا أكثر من 150 ألف متر مسطحات خضراء و1500 شجرة متنوعة، وبالنسبة للكهرباء انتهوا من المرحلة الثانية من شبكة كهرباء دار مصر وإطلاق التيار الكهربائي في حوالي 104 عمارة إسكان اجتماعي وكلها ذات طابع خاص، ده بخلاف صيانة 2000 عمود إنارة بالشوارع والطرق الرئيسية بمختلف المشروعات، بجانب أعمال الصيانة لأعمال اللاندسكيب داخل مشروعات سكن مصر ودار مصر والإسكان الاجتماعي. كمان ربطوا محطات رفع الفيوم واحد على مصدر إضافي للتيار الكهربائي لضمان التشغيل الأمثل في حالات الطوارئ. دلوقتي هنقابل المهندس محمد مبروك مدير عام الإسكان والخدمات بجهاز مدينة حدائق أكتوبر، وهو الرجل التنفيذي المسؤول عن كل مشروعات الإسكان بالمدينة وعن توفير الخدمات للسكان من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية، وكلمنا تفصيلا عن نشأة المدينة ومكوناتها وتفاصيل مشروعات الإسكان فيها. في كم كومباوند تقريبا في المدينة؟ في حوالي أكثر من 62 كومباوند في المدينة. في عندنا سان كابيتال، وفي عندنا أوست، وفي عندنا معمار مرشدي. سان كابيتال شركة عربية، أيوة. وويست شركة أوراسكوم، أيوة، ومعمار مرشدي. وشركة معمار مرشدي مظبوط. مشروع إيه؟ مظبوط، مشاريع إسكان برضو. إحنا شفنا السكن البديل حاجة متميزة جدا برضو، ده هيتنقل فيه مين؟ هو إحنا طبقا لتعليماتنا وتوجيهاتنا من معالي الرئيس ومعالي رئيس الوزراء ومعالي الوزير، إن إحنا دايما بنطور ودايما في الأحسن، دايما في الأفضل. فحتى أهلينا اللي كانوا بيتنقلوا من سن العجوز تم نقلهم لأماكن يعني فيها أماكن خضراء كبيرة جدا. الإسكان البديل حصل فيه طفرة جميلة جدا 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 من واجهات ومن تشطيبات داخلية وتشطيبات خارجية. لاندسكيب كبير جدا كمان، لاندسكيب محترم جدا، إن إحنا يمكن بنين على 50% من المشروع جاردن يعني ولاندسكيب، وفي جميع أنواع الخدمات، في المدارس وفي الوحدات الصحية وفي الحضانة وفي المركز التجارية، بالإضافة لأن في حوالي 90 محل وحوالي 45 وحدة إدارية موجودين. تم افتتاحه ولا لسه؟ تم افتتاحه من معالي رئيس الجمهورية من عدة أشهر. دي كانت المرحلة الأولى. إحنا حاليا دلوقتي كمان شغالين في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية تبقى أكثر تميزا
لأن هي عبارة عن أبراج أرض 9 أدوار فيها الأسانسيرات وفيها السلالم ومجهزة على أعلى مستوى كتشطيبات وواجهات، فيها المحلات التجارية وفيها المكاتب الإدارية هي مواجهة كمان للهرم، فهي بتشوف الأهرامات بشكل مباشر. المستثمرين حابين يعرفوا إيه أقرب الفرص الاستثمارية اللي موجودة دلوقتي؟ الفترة الجاية هيبقى فيه طرح قريبا إن شاء الله في حوالي من 50 ل 100 فدان هينزلوا قطع استثمارية بمختلف على مختلف المجالات. برضك إن شاء الله هيبقى فيه طرح جديد للمرحلة 5 إسكان الاجتماعي، وفي منطقة متميزة جدا برضو حوالي 800 عمارة هينزلوا، في إسكان متوسط حوالي 290 عمارة. اللي حابب يحجز من الناس في على موقع الهيئة، هيئة المجتمعات المدنية الجديدة، وده متاح لكل الناس بتدخل عليه وبتعرف الاخبار او البول الجديد يعني، وفي الجرائد الرسميه وفي الـ في الـ في الاجهزه الحكوميه. انتوا مع كل طرح بتنزلوه في الجورنال الرسمي وكمان بتنزلوه على المواقع الالكترونيه اساسي بالظبط، عشان المعلومه توصل لكل الناس بكل شفافيه وبكل وضوح. حابب اسال حضرتك بالنسبه للتجاري سعره وصل كام؟ المدينه عليها نسبه اقبال شديد بكل شفافيه وبكل موضوعيه، احنا بنطرح المزاد، كل من له طلب في هذا الامر بيروح بيعمل معاينه وبيشوف النشاط بتاعه وبيشوف الكثافه السكانيه، والناس بتبدا تزايد في المزاد طبقا لموقع الجغرافي نفسه المدينه وموقع المكان والمحل ومساحته والكثافه السكانيه اللي فيه ومدى النشاط المطلوب فيه، وبتوصل بقى الاسعار يعني في اسعار بتوصل ل100 و150 و180 ممكن توصل ل200 كمان 200,000. في حاجات وصلت عندكم ل200,000 جنيه في صيدليات وفي اماكن برضك متميزه وفي انشطه متميزه وصلت فيها الارقام دي. حابب اعرف من حضرتك برضو اهم مشروعات المرافق اللي موجوده في المدينه. احنا عندنا محطه مياه رئيسيه اللي بتغذي بقى جهاز مدينه 6 اكتوبر ومدينه اكتوبر الجديده مدينة الشيخ زايد الاربع مدن يعني محطة المياه الرئيسية اللي موجودة هنا بتخدم الاربع مدن اللي حواليها. مظبوط، محطات الصرف الموجودة معمولة على اعلى مستوى، وفي محطات صرف معالجة ثلاثية تم دراستها بيئيا وتم معالجتها تكنولوجيا بحيث ان هي تبقى ما فيش اي عامل من عوامل التلوث موجودة ولا اي ضرر، في مسافات البينيه اللي ما بينها وما بين الاسكان مدروسه بعنايه وبدقه بحيث عشان ما تاثرش على السكان، بيتم التعامل معها تكنولوجيا وعلميا بشكل مدروس. حدائق اكتوبر اصبحت وجهه المستثمرين لاقامه مشروعات والمواطنين الراغبين في الشراء بغرض السكن والاستثمار، المستثمرين لان موقعها متميز فعلا وعلى بعد دقائق من الاهرامات ومساحات الاراضي فيها واسعه واسعارها معقولة، والمواطنين لأن أسعار الشقق رخيصة بمساحات كبيرة وخدماتها متوفرة في مشروعات المدينة المتميزة زي الإسكان القومي وسكن مصر ودار مصر وابن بيتك وعمارات الأهالي. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان ريل استيت، ولكن زي ما عودنا حضراتكم كل أسبوع عندنا سؤال بنستقيه من حضراتكم وبنبحث عن إجابته، والسؤال يتحدث عن أهمية وجود 4 أضلاع لأي مشروع عقاري، المالك والمقاول والاستشاري ومدير المشروع، فما هو دور كل ضلع من هذه الأضلاع، وما هي أهمية قيام المالك بالتعاقد مع شركات متخصصة في هذه الأضلاع، يعني يتعاقد مع مقاولين ويتعاقد مع استشاريين ومديري مشروع. هذا السؤال هيجاوب عليه الزميل محمد سراج. كتير من الناس ممكن تبقى فاهمة أن تنفيذ مشروع عقاري بيعتمد على مالك المشروع والمقاول اللي بينفذه وبس، لكن الحقيقة أن في أطراف تانية وجودها مهم جدا للمشروع، وخصوصا كل ما المشروع بيكون أكبر زي الاستشاري ومدير المشروع. وتعالوا مع بعض نفهم دور كل واحد والعلاقة ما بينهم بتبقى عاملة إزاي. أولا مالك المشروع هو صاحب رأس المال والمسؤول عن تمويله
وهو اللي بيتعاقد مع الثلاث أطراف التانيين. أما المقاول فهو المسؤول عن التنفيذ وبيكون صاحب المعدات والإيد العاملة اللي شغالة في المشروع. والطرف الثالث اللي هو الاستشاري ده المسؤول عن مراقبة جودة التنفيذ ومطابقته للتصميمات. أما الطرف الرابع اللي هو مدير المشروع فمهمته الرئيسية إدارة الموقع وإدارة التايم لاين للمشروع أو جدول التنفيذ. كل واحد من دول مهم جدا يؤدي دوره بشكل أمثل عشان يطلع المشروع في أحسن ما يكون. مالك المشروع ممكن ينشئ شركة ويعين الأطراف دي كلها وينفذوا المشروع من داخل الشركة بتاعته، أو يتعاقد مع شركات بتقدم الخدمة دي، وده متعرف عليه أكتر في المشاريع الكبيرة. وعشان نفهم العلاقة ما بين الأطراف كلها خلينا نتخيل المشروع من أوله، من ساعة ما يبقى فيه تصميمات موافق عليها مالك المشروع، ويبتدي الاستشاري يراجع التصميمات دي ويجهز رسومات التنفيذ اللي هياخدها المقاول ويبتدي يشتغل بناء عليها. المقاول بياخد دفعه مقدمه من المالك ويبتدي ينزل المعدات وينزل العمال عشان يبتدوا يشتغلوا، ومع كل مرحله ينفذها المقاول بيراجع عليها الاستشاري عشان يتاكد انها اتنفذت مظبوط. ساعتها يقدر المقاول يطالب بمستخلص الاعمال اللي تمت. طيب فين دور مدير المشروع؟ مدير المشروع موجود من اول يوم لاخر يوم، هو المسؤول عن دخول وخروج المعدات والمواد الخام والعمال، كمان هو مسؤول عن التايم لاين او الجدول الزمني للمشروع، ومسؤول كمان يراقب سرعة التنفيذ ومطابقتها للجدول الزمني ده. كل ما يكبر المشروع بيبقى أفضل إن احنا نعين شركات متخصصة في كل مجال من المجالات دي، وده ببساطة لأن أي جنيه بيفرق، يعني أي غلطة ممكن تحصل تكلف فلوس كتير، وبالعكس التنظيم الجيد بيوفر فلوس كتير، وكل ما يكبر المشروع كل ما يبقى الوفر أو المكسب أكبر. وده كان آخر كلامنا النهاردة، هنستنى أسئلتكم وآراءكم واقتراحاتكم على صفحات البرنامج. استنونا يوم الحد الجاي الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان ريل ستيت.